فعلا يا حسون، المسبح لا يتسع لثلاثتكم. يبدو أنك محبط، صحيح؟ شعور الإحباط هو عندما نحاول إنجاز شيء دون أن ننجح ونشعر أنه صعب، واليوم أصدقاؤنا سوف يشعرون بالإحباط أيضا. يا حلوين جاد. شكرا يا بسمة. تعرف شو؟ خلتني أفكر أعمل أغنية عن السمك. طب يلا. ما؟ يلا. سمكات صغار حلوين، سمكات صغار وملونين. هي لسه ما خلصت. ما خلصت. هادي هادي هادي. لشو هاي الكرتونة؟ هاي بدي أخدها عشان يعيدوا تدويرها، أو من كعبلها وبنعمل منها طابة. هادي؟ بصير نلعب فيها؟ بصير؟ شو بدكم تسوي فيها؟ في عنا كتير أفكار ممكن نسوي بهالكرتونة. شكله معزوزة كمان عندها أفكار. تفضلي ست معزوزة. شكلك نعسانة معزوزة، مش نايمة منيح؟ هل أنا بتخيل أنه ممكن من هيك كرتونة أعمل حوض لسمكات الجداد؟ تمام. وأنا بتخيل أنه ممكن أعمل فيها مسرح. ليلي يا ليلي يا عيني. كتير حلوين أفكاركم عن جد. طيب اسمعوا، رح أخليكم تلعبوا في الكرتونة، بس لازم على الساعة 5 تكونوا مخلصين، لأنه الشاحنة تبعت التدوير رح تيجي وتأخذ الكرتونة. تمام؟ تمام. تمام. يلا استمتعوا. شكرا هادي. اهلا. وانا كمان مبسوط. معزوزة. معزوزة. بس معزوزة واضح انك مو نايمة. بس ما يا بس ما شو نسوي هلا؟ معزوزة عملت الكرتونة تخت. ممكن نعمل كل اشي مع بعض. يعني تخت لمعزوزة وحط سمك إلك، مسرح إلي. بس كيف؟ يعني هي هيك اللعبة، إنه كل واحد يعمل اللي بده إياه. تمام. موافق؟ طبعا. يلا يلا. سمكاتي يا سمكاتي. نحطها هون. نحطها هنيك. لا 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 لا. بعد شوي معزوز، استني شوي. اوف اوف اوف، مش ضابطة. المكان كتير ضيق. خلص ما عاد بدي. حاسس جسمي مشدود. وانا بطني صار يوجعني. وانا كمان. هالشغلة احبطتنا، تعبتنا وازعجتنا، تعبتنا وازعجتنا، كل ما نجرب هنلخبط، ما بدنا احبطتنا، ما بدنا احبطتنا. حاسين باحباط كتير، مش فاهمين شو عم بيصير، مش فاهمين شو عم بيصير، هالشغلة مش عم تزبط، بلا منها احبطتنا، بلا منها احبطتنا، هالشغلة احبطتنا، تعبتنا وازعجتنا، تعبتنا وازعجتنا، كل ما نجرب هنلخبط، ما بدنا احبطتنا، ما بدنا احبطتنا. احنا محبطين؟ لما لا تذهبوا الى ابو الفهم ليساعدكم؟ ابو الفهم. ابو الفهم. ابو الفهم. احنا كتير محبطين. صح كتير. تنفسوا من بطنكم لتشعروا بشعور افضل.
لما يكون شعورك قوي ومش عارف شو بيك، عندي طريقة بتهديك. خلي عبطنك ايدك، خد نفس عميق، خد شهيق، خد نفس عميق، خد شهيق زفير، شهيق زفير، شهيق زفير، شهيق زفير. حاسس حالي صرت أحسن. شكرا لك أبو الفهم. شكرا. عفوا. هلا صرت بقدر فكر 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 أعصر مخي. إحنا كلنا عنا أفكار. ها شو رأيكم؟ نلعب بالدور. أنت أول إشي. رح أعمل الكرتوني حوض سمك كبير. شو رأيكم تساعدوني؟ يلا يلا. وهيك حوض سمكاتي صار جاهز. في هوا كتير. ممكن نرجع نحاول كمان مرة لما يخف الهوا. ونحن عم نستنى بصير نلعب لعبتي وتكونوا انتو الجمهور. جد عزوزة ضلوا زقفولي كل شوي. يلا بسمع. يلا نبلش؟ يلا. انتبه بس ما شو صار؟ شو الاحباط هاد؟ ماشي تمام. اوف اوف اوف، ولا اشي عم بيزبط. خلص ما بدي كمل هيك كتير. درم 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 درم. أصحابي محبطين صح. ليش مالكم؟ كل ما نلعب بالكرتوني ما في شي بيزبط معنا. كل شي عم بيخرب. إحنا محبطين. إحنا محبطين صح. أنا بعرف هذا الشعور، جربته كتير قبل هيك. بس لما ما كنت أعرف شو بدي أعمل كنت أخذ نفس عميق وبعدين أعمل خطة. خطوة خطوة يلا ابدأ، لما تخطط رح تبدأ. خطوة خطوة يلا ابدأ، لما تخطط رح تهدى. حدد هدفك يلا عليه، خطوة خطوة رح تبدأ. لا 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 لام بام برا لا لام. يلا 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 نفكر بالتخطيط، التخطيط طريق النجاح. خلي هذا الحل مفتاح، التخطيط طريق النجاح. خلي هذا الحل مفتاح. حدد هدفك ويلا عليه، خطوة خطوة رح ترتاح. بارارارام بام بارارام. يلا 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 نبدأ بالتخطيط. تمام. يلا نعمل خطة. وأنا بساعدك بالخطة. أنا بفكر أعمل خطة. روح عند هادي لحتى يعمل لك كعك وأكله. باي 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 باي. درم درم. شو رأيكم نعمل بساط سحري؟ تمام. ونركب عليه كلنا. أنا أول وحدة. لازم بالأول نلاقي بساط ونتأكد إنه الكرتونة قوية ونتخيل إنه إحنا عم نطير. موافقة. تمام. شوف السمك محلان. يا محلان. أحلى شيء إنه إحنا بطلنا محبطين. صح. أنا سعيد جدا لأن بسمة وجاد قاما بعمل خطة كي يشعر بشعور أفضل. أنا سعيد أيضاً لأنكم وضعتم خطة كي تستطيعوا اللعب معاً مثل بسمة وجاد.
هلو، سلام. هولا، أنا أميرة وأنا بحب أتعلم لغات مختلفة، واليوم رح نتعلم كلمة قارب بالإنجليزية وبالكردية وبالإسبانية كمان. القارب وسيلة من وسائل التنقل، بالبر نتنقل بالسيارة، وبالجو نتنقل بالطيارة، أما في البحر فمنتنقل بالقارب. أنتوا جاهزين نتعلم كلمة قارب باللغة الإنجليزية؟ يلا نبلش. القارب بالإنجليزية يعني boat. يلا احكوا معي. boat boat boat. رائع. وهلأ أصدقائنا رح يعلمونا كلمة قارب بالكردية. بلد بلد بلد. شكراً أصدقائنا. وهلأ أصدقائنا رح يعلمونا كلمة قارب باللغة الإسبانية. باركو باركو. حلو كتير. هيك منكون تعلمنا كلمة قارب بالإنجليزية بوت، وبالكردية بالام، وبالإسبانية باركو. أنا بستمتع كتير لما أتعلم كلمات جديدة بلغات مختلفة. بتمنى إنكم استمتعتوا كمان. وهلأ صار وقت مكتشف المشاعر القوية. اليوم سلحوف حاسة بشعور الغيرة. مرحبا معزوزة بمسرحيتنا عن الحيوانات. شوفي بعيونك كيف بس ما رح تتحول ل قطة. مياو مياو. شكرا. وهلأ معزوزة شوفي كيف جاد رح يصير نحلة. أنا نحلة وأنا عم طير. جاد شو رأيك تجرب إشي زي هيك؟ يا ريتني لو كنت شاطر مثل بسمة النحلة. شايفة؟ وهلأ عم تقلدي جوجو كتير منيح. بس هذا ما كان صوتي، هذا كان منبه المشاعر القوية. جوجو عم تقول إنه في حدا من أصدقائنا حاسس بشعور قوي. عندك مشاعر قوية تقدر تحكي معي ومعي راح نكون جنبك لنشوف شو بتحتاج، لأن المشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. هاي سلحوف ومبين عم تحس بشعور قوي كتير. سلحوف عم تهز كتافها هيك وزعلانة مثل هيك. أنا كمان بدي أعمل هيك. شو بدك تعمل؟ ما بعرف، خلينا نروح ونكتشف. يلا يلا يلا. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. مرحبا سلحوف. هي مرحبا قرقوش. أهلين بسمة، أهلين جاد، وأهلين كمان لجوجو. شوفوا شو صاحبكم اللطيف بيقدر يساوي. حركاتك كتير حلوة قرقور. عن جد رائع كيف عملتها. بجنن. شكرا لكم. وهلأ دورك. سلحوف انت منيحة؟ انا منيحة بس ما بدي العب كمان. سلحوف واضح انك حاسة بشعور قوي كتير. بدي أتحرك وألعب مثل قرقور بس ما بقدر. جوجو عم تقول إنه لما نتمنى لو نقدر نعمل إشي حدا غيرنا بعمله أو نتمنى يكون عنا شي موجود عند حدا تاني. هذا اسمه غيرة. سلحوف أنت أكيد حاسس بالضبط مثل ما حسيت أنا قبل شوي، كنت غيران من بسمة كتير. صح، هذا هو إحساسي، حاسة بالغيرة من قرقور وهو كتير شاطر بهاي اللعبة وأنا لا. جوجو معها حق، كلنا حسينا بالغيرة من حدا من رفقاتنا. يمكن بتقدري تعبري بالرسم. فكرة ممتازة بسمة،
كتير بيساعد لما نحاول نرسم المشاعر اللي حاسين فيها. نحاول مع بعض؟ أها، خلينا نجرب. هلأ لازم أرسم شو حاسة. بالنسبة إلي الغيرة يمكن يكون لونها أخضر وكبيرة وكتير فيها مثلثات ودوائر. أها، وهلأ كيف حاسة حالك؟ أحسن بشوي. حاسة حالي مو كتير متضايقة مثل قبل، وما ضل عندي غيرة من حركات قرقور الحلوة. ممتاز الحوت، مو لازم تلعبي مثل ما أنا بلعب، العبي بطريقتك. قرقور معه حق، أنت كيف بتحبي تنطي؟ طيب أنا بحب أنط هيك، شوفوني. يا سلام، حركاتك رائعة سلحوف. بس ما جاد جوجو، يلا العبوا معنا. جاد، حاسس حالك أحسن؟ أحسن بكتير، وأهم شي إني ما عاد حاسس بالغيرة. كل واحد عنده طريقته ليتعامل مع الأشياء. خلونا نلعب بالحجلة. أنا رح أنط وأنا بس منحلة. وز وز وز. أنا رح أنط وأنا جاد. مشاعر القوية بتصير مع الكل، هذا شي طبيعي كتير. رح نتعلم رقصة جديدة، بحرك جسمي بحرك ايد، نطة وحركة عالإيقاع، رياضة وصحة واستمتاع. متخليهاش بنفسك ورقصها بنفسك. ودلوقتي هنبدأ فقرة الرقص بتاعتنا، يلا بينا. شفتوا الرقصة دي؟ هنتعلمها سوا. هنكتف ايدينا ونفتحها. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. وبعدين هنفتح رجلنا ونقفلها. واحد، اتنين، الناحية الثانية، تلاتة، أربعة. وبعدين هنفتح ايدينا ونكتف ايدينا ونستغرب مرتين. واحد، اتنين، هنفتح ايدينا ونكتف ايدينا ونستغرب مرتين تاني. واحد، اتنين، وبعدين نعيد من الأول. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. وكده خلصنا رقصنا. هايل هايل، انتوا رائعين في الرقص، ودلوقتي انتوا مستعدين تجمعوا الخطوات. جاهزين؟ يلا نرقص. شكرا لكم كلكم، اشوفكم المره الجايه مع رقصه جديده. مرحبا بكم في مغامرات الرياضيات مع إلما وزوي. اليوم إلما وزوي رح يتعلموا عن الدائره. وهيك صارت جاهزه. زوي، الحلقه اللي عملتيها من غصن الشجره إلما حبها. شكراً، عملتها لنلعب لعبة جديدة ممتعة اسمها العصف القوية. العصف القوية، العصف القوية. بس شو هي هاي اللعبة؟ أنا وإنت رح نكون عاصفة قوية وإيدينا بيكونوا الريح. خلينا نطير هاي الحلقة بإيدينا، طبعاً إيدين العصف القوية. يلا. واضح إنه الحلقة رجعت غصن مرة تانية. مش عم تتدهر الزوي؟ طبعاً إلمو، لازم يكون على شكل دائرة. دائرة؟ ليش دائرة؟ الدائرة دائرية دائماً، مستديرة طبعاً دائرية دائماً. الدائرة دائرية دائماً، مستديرة طبعاً. كأني سمعت حدا قال دائرة؟
مرحبا أصدقائي، أنا جرجور. شو هالصدفة الحلوة؟ كنت بلعب مع صديقتي. أنا بلعب مع صديقتي العزيزة دائرة. هاي أنا. الدائرة مستديرة من كل الجوانب وما إلها أضلاع ولا زوايا، واليوم رح أعلمها لعبة حاول تلمسني. أول قاعدة باللعبة. دورك. نعم؟ كيف هيك؟ لحظة يا دائرة، استنيني. بس وين راحت؟ خلينا نشوف. دائرة! 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 كتير غريب، ما في أي دائرة هون. خلوني هلأ أستمتع بنور الشمس الكبير المستديرة. لحظة! حاسس في شي غريب. الشمس! الشمس هي أصلاً دائرة! أول مرة بنتبه إنه الشمس هي دائرة! لا! لحظة شوي! يا دائرة! عم نتعلم كل شي عن الدائرة! الدائرة! صح عن الدائرة! عم نتعلم كتير أشياء عن الدائرة! فكرك رح يقدر جرجور يمسك الدائرة؟ ما بعرف، دائرة كتير شاطرة وسريعة بالدحرجة. صح، إلمو بفكر وين ممكن تكون هلأ؟ مرحبا أصدقائي، لساتني عم بلعب لعبة حاول تلمسني مع الدائرة، بس كمان واضح إنها اختفت مرة تانية. ها شوفوا، دائرة مفكرة حالها متخبية بس أنا شايفها. يا ترى وين متخبية يا دائرة؟ مرحبا جرجور. أهلا أميرة. دائرة؟ شو؟ لحظة، شو اللي عم بيصير؟ هاي ما طلعت دائرة، طلعت كرة. الكرة مثل الدائرة بس شكلها بيكون كروي. تأخرت على المباراة، المعجبين بدهم يشوفوني بلعب، ما بقدر أخليهم يستنوا. بشوفك بعدين، باي. أوه، ضربة حلوة جرجور. شكراً، صار لي فترة كتير وأنا عم بتدرب على... خوفتيني يا دائرة. أنا آسفة. ولا يهمك، بس احذري. شو؟ هلأ صار دورك. أنا جاهزة، أنا جاي. يوهو، شكلها دائرة كتير بتحب الدحرجة. صح، عشان هيك كتير ممتع نلعب بالدوائر. دوائر! إلمو، جاهز لنرجع نلعب لعبة العاصفة القوية؟ إلمو جاهز. اتعلمنا شي جديد بالرياضيات، بيساعدنا نلاقي طرق جديدة للألعاب. تعلمنا عن الدائرة، 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 الدائرة. هي أول شي لازم تعرفيه عن كرة القدم هو إنه خلي عيونك دائماً على الكرة. مثل ما قالت،